ما هي الخطوات التصعيدية التي قد يلجأ إليها المحتجون في بغداد تحديدا إن كنت تملك المعلومات في حال الإصرار على تمرير سانت ليغو؟ نعم، الإصرار على تمرير قانون مرفوض شعبيا قد يعني يلقي بتأثيراته السلبية على موقف الشارع العراقي، على الشارع العراقي بشكل عام، على الوضع السياسي بشكل عام، والموقف كرد فعل جماهيري من المواطنين الرافضين لهذا القانون قد يكون بمسيرات باعتصامات مفتوحة قد حتى يصل إلى مرحلة الاقتراب. وفعلا هم الآن قريبون جدا من بوابات المنطقة الخضراء، المواقف قد تكون أكثر تعقيدا، وقد تكون هنالك تصعيدات أخرى تصل إلى مرحلة إن استطاعوا فسيدخلون إلى المنطقة الخضراء ومحاولة للوصول إلى مجلس النواب. لكن بالحديث عن الدخول إلى مجلس النواب، إلى المنطقة الخضراء عفوا، فالمنطقة الخضراء جميع أبواب المنطقة الخضراء هي موصدة مقفلة حتى لا يسمح بدخول حاملي باجات المنطقة الخضراء إلا من البوابة التاسعة قرب جسر العلاوي، قرب مدينة أو منتزه الزوراء الترفيهي تحديدا. هذه الباب المخول لدخول حاملي الباجات، وأيضا ما لديهم تخويل، وهذا الأمر قد يعني يصعب من عملية التصعيد والدخول إلى المنطقة الخضراء، لكن هي واحدة من أهداف المعتصمين في حال كان هنالك إصرار من القوى السياسية في تمرير هذا القانون والتصويت على تعديله الثالث. أتحدث عن جمهور عراقي رافض، أتحدث عن نواب مستقلين رافضين، وأيضا أكثر من 80 نائب من باقي الكتل الكبيرة لم يشاركوا في الجلسة السابقة. قد يتكرر السيناريو أيضا في هذه الجلسة، وقد لن يشاركوا فيها، وسيصعب أيضا من مرحلة التصويت على هذا القانون المرفوض جماهيريا والمرفوض أيضا من النواب المستقلين. نعم محمد، هل اليوم الخلاف ما بين النواب داخليا من أجل القانون كقانون أو كآلية، أم من أجل المتظاهرين تخوف من اندلاع تظاهرات أشد عنفا وأكبر وربما الدخول إلى المنطقة الخضراء؟ نعم، المشهد معقد كما ذكرت في بدء حديثي، أن هنالك انقسامات على أجزاء أو على زوايا ضمن القانون من قبل النواب الذين يودون التصويت عليه، وأيضا هنالك رفض من النواب المستقلين، وهنالك رفض من الجمهور العراقي. هذا الرفض وهذه المواقف المتكررة تقف بالضد من التصويت وتمرير التعديل الثالث. الجلسة لا تعقد إلا بوجود النصف زائد واحد، أي ما يزيد عن 165 نائب، 164 نائب ونصف حسب العدد من نصف 329 نائب، ويضاف لهم نائب حتى يكون هنالك نصف زائد واحد. هذا النصف زائد واحد إن استمر الانقسام داخل هذا العدد وداخل من أو بين الأعضاء الذين يريدون تمرير هذا القانون، فقد يزداد المشهد تعقيدا أكثر، وقد يكون يحول دون استكمال التصويتات. أتحدث عن القانون الذي بدأ مجلس النواب فعليا بالتصويت على فقرات ضمن هذا القانون، وفي حال عقدت الجلسة فإنه سيستأنف التصويت على باقي الفقرات. واضح، مراسلنا من مجلس النواب محمد فراس كنت معنا، شكرا لك.